نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا. مساء الخير على كل مشاهدين دفتر احوال. حاله من الفوضى شويه بنعيشها، او من العشوائيه، او من الاستهتار عايشها الشعب المصري. سلبيه، شايف سلبيه كتير قوي بيحصل. يمكن كنت متعمد انزل اليومين اللي فاتوا ويعني اشوف ايه اللي بيحصل من التزام الناس في الحظر، من التزام الشعب المصري وعدم استيعابه من استيعابه التفرقة. موضوع كان مضايقني جدا. يعني مؤسسات الدولة كلها شغالة اليومين اللي فاتوا على انه بتحافظ عليك، ننزل نلاقي الأكمنة كلها ناس، كلها زحمة، إشارات مرور وكأنك واقف إشارة مرور. طب نعمل إيه؟ طب نتصرف إزاي؟ يمكن أنا حبيت أبتدي شوية بالموضوع ده لأني أنا حابب أنقل صورة للناس اللي قاعدة في بيوتها ومستحملة، نشوف الجانب السلبي منهم قبل ما نشوف الإيجابيات. عندنا كتير قوي النهاردة مواضيع في دفتر أحوال، عندنا فقرات كتير بنساعد بيها المواطنين وبنساعد بيها طالبي الحاجة أو اللي عندهم احتياجات. بس خليني أبتدي بالجزء ده، لأن أنا يمكن صورته بنفسي، نزلت وقت الحظر. خلينا بس يعني نطلب من زمايلنا نعرضه على الشاشه ونشوف الحاله من الاستهانه. يمكن معروض قدامنا اهو، كنت بنفسي بصور ده ونزلت الساعه 10 او 10 ونص تقريبا، في يعني حتى الساعه كانت باينه اهو في العربيه الساعه 10، يعني بعد مرور ساعه من الحظر مفيش التزام. كان باين او واضح قوي على الشاشه اشاره مرور صلاح سالم، انت واقف كأنك واقف في إشارة أكتر من 8 ل 10 دقايق واقفين علشان الناس تعرف تعدي. طب النهاردة ما بالك حد في وسط الناس دي عنده حالة أو عنده مريض عايز يوديه مستشفى، كل ده واقف. شايفين الناحية التانية حتى إن الكثافة المرورية كتيرة، مفيش كمين، شايفين عربيات معدية كتير. الحالة دي أنا مش عارف أسميها إيه، مش عارف أسميها لا مبالاة، أسميها إيه؟ مش فاهم. أنا مش لاقي مبرر لاستهتار بعض الناس، استهتار بعض المواطنين. حتى أنا يمكن كنت بقول وأنا بصور الفيديو، مستحيل تكون الناس دي كلها عندها ظروف، الناس دي جاية من عزومات أو رايحة عزومات أو أمور إلا من رحم ربي. يعني منهم بعض أنا أظن أنه قليل جدا اللي عندهم ظرف حقيقي، إنما كل الناس مستحيل يكون في نفس الوقت كل يوم من أول رمضان لحد امبارح عندهم ظروف. حالة صعبة جدا، بتبقى عائق على ضابط الشرطة اللي واقف في الكمين النهاردة عشان يفرز الحالات ويفرز الناس اللي عندهم صلاحية ان هم يعدوا من الغير، او اللي عنده حالة استثنائية عايز يعدي. امر صعب عليه. انت بترهق ضابط الشرطة اللي واقف اكتر من 12 ساعة في كمين، انت بترهق نفسك، بترهق دولة بتحاول تحافظ عليك. ونرجع نقول الأعداد زادت ليه؟ الأعداد يعني شكرا لفريق الإعداد على الفيديو. يعني خليني أكلم المشاهد وأقول له أنت بترهق مين؟ قصدك ترهق مين؟ ترهق دولة؟ ترهقنا؟ ترهق ناس مرضى ممكن يعدوا في الطريق؟ أمور كتيرة جدا جدا جدا. وسط الحالة السلبية اللي بنعيشها أكيد في حالات إيجابية، أكيد في مؤسسات بتشتغل، أكيد في أفراد بيشتغلوا. مش كلنا سلبيين، مش كلنا عندنا الاستهتار واللامبالاة. كتير قوي يمكن أنا فيديوهات كنت بشوفها على الفيسبوك كتير منها إيجابي، في منهم بيساعد ولو بكلمة، ومنهم بيساعد بفلوس من غير ما يلجأ لجمعية أو يلجأ للروتين. اللي عايز يساعد بيساعد. يعني زي ما بقول الراحمون يرحمهم الله. انت لو ساعدت بكلمة دي صدقة، الغنوة صدقة. بمناسبة الغنوة والدخول في الموضوع، سمعت غنوة تقريبا بتعاصر الفترة اللي احنا فيها، فيها حتة إيجابية شوية. يعني خليني الأول أسمعها للناس وانقل إيجابية الإيجابية اللي ممكن أكون شفتها أو حسيتها فيها، وبعدين نتكلم. من فضلكم يا جماعة بس نعرض الأغنية، وأظن أنها تبقى شبه حصري عندنا على قناة الصحة والجمال في برنامج دفتر أحوال. نعرض الأغنية ونشوفها مع بعض.
تحيه لجيشنا الابيض. انا يعني من مكاني بوجه شكر لكل اللي اشتغلوا في الاغنيه طاقه ايجابيه، يمكن ظهرت سلبيات انما كان دوري ان انا لازم اظهر ايجابيه. اغنيه حفزتنا شويه، اغنيه كان ليها يعني صدى عليا، واهتمت بيها صحافه واهتمت بيها الوسائل التواصل وعليها مشاهدات، عليها كميه ناس كتير تفاعلت معاها حبا في الحاله الايجابيه اللي نقلتها لنا. بالمناسبه يعني الحاله الايجابيه، نسمع من صاحب الاغنيه المطرب الشاب عمرو عواد. مساء الخير. مساء النور يا استاذ ابراهيم. الاول بهنيك على الاغنيه الجميله اللي فعلا يعني هونت علينا شويه وحسيتنا بتفاؤل وامل. والله احنا محتاجين كلنا نعمل كده يا استاذ ابراهيم. كلام جميل. او كلمني الاول بس عن الاغنيه، فكره جديده ويعني هي الحان مين وكلمات مين، جات لكم الفكره منين الاول؟ والله الفكره جات لي وانا قاعد بقى في الحظر، قاعد في البيت، فطبعا المشاكل كتير والكورونا والناس طبعا مخنوقه وفي زهق، فلازم ندي طاقه ايجابيه للناس. ففكرت كده وانا قاعد، فلقيت نفسي بقول ايه، فيروس كورونا جند من جنود رب العباد. ومن هنا جت الفكرة. جت الفكرة. وبعدين قلت ايه، يا رب يا بلدي تعدي من المحنة دي، اصل انت يا بلدي طول عمرك جامدة وقوية. كتبت كوبليهين كده وعلى طول رحت ماسك التليفون، اتصلت بالشاعر وليد رياض، قلت له انا عامل جملتين انت هتفهم الاغنية عايزة ايه، وراح عامل الاغنية كملها زي ما حضرتك شايف كده. اغنية جميلة جدا جدا، انا بقول لك اديتني طاقة ايجابية. الملحن المعروف عصام اسماعيل. كلام مظبوط. انا قريت الخبر، يمكن قريت الخبر على صدى البلد. يعني بالضبط. الموضوع استفزني ان انا اعرف مين اللي كاتب الاغنيه ومين اللي اشتغل عليها واشكره، لان ده دوري ان اللي بينقل لي طاقه ايجابيه لازم انقلها للناس والمواطن في الشارع. الاغنيه كانت غريبه شويه يا استاذ عمرو في انها على موسيقى الراب، يعني هي الاغنيه متقسمه، الفكره نفسها من الملحن؟ لا الفكره مني برضو. برضو. يعني الفكره اللي انا اقول راب، لان انا مش مطرب، يعني انا متعود من زمان كنت بعمل انا واصحابي، يعني انا عارف ازاي الراب. فمتعود انا واصحابي كنا بنعمل كده بس مش على مستوى احترافي يعني. وكان يعني اختيار منك موفق. هوايه يعني. اختيار كمان موفق من مشاركتك في الاغنيه، انه يشاركك فيها المطرب الشاب الجميل اللي صوته جميل احمد حسين. طبعا حتى صوته طبعا فعلا مؤثر كمان معاك، اديته حاله شويه ايجابيه انا فعلا يعني اثرت فيا. عايز اسالك في النهايه كده سؤال، عندكم حاجة تانية ممكن تقدموها أو في أفكار تانية ممكن تقدموها؟ والله يا أستاذ إبراهيم، يعني هو الراب عموما بيبقى عايز نصيحة أو عايز فكرة معينة. صح، بينقل واقع. بالظبط، لو ملوش هدف ما مش هيبقى ليه لازمة. يعني أفهم من كده؟ في حاجة كويسة فيها هدف أكيد هنعمل كده إن شاء الله. يعني أفهم كده إنك بتدور على المضمون. معايا يا أستاذ عمرو؟ معاك يا استاذ. يعني افهم من كده ان المهم عندك مش الغنوه، المهم عندك المضمون بيدور حوالين ايه. بالظبط بالظبط كده. طب عايز اسالك بالزبط. في النهايه سؤال كده، يعني انتوا بالنسبه لكم دي مثلا مهرجانات او انتوا من اللون ده؟ لا هي يعني موضوع مهرجانات او غير مهرجانات، انا يعني الفن يا استاذ ابراهيم يعني من زمان واحنا متعودين على كده من صغرنا، يعني حتى مسمى المهرجان ده انا مش حابه يعني. حلو قوي قوي. لو حلو كلمات ولحن وليها هدف وبتقدم رساله. يعني انت معترض على لفظ مهرجانات نفسه؟ كده انا ما بحبش مسميات، يعني اغنيه شبابيه، اغنيه مهرجان، اغنيه قديمه، اغنيه جديده، لا بحب المسميات دي. انا بايدك. يعني المسميات دي بتفرق الفن، يعني بتعمل كده تفرقه للفن، ما فيش حاجه اسمها كده يا استاذ ابراهيم، ده من وجهه نظري. انا بايدك، يمكن انا بايدك من هنا، يمكن الاستاذ عمرو عواد قال لنا هو نفسه معترض على لفظ مهرجانات. الفكره في الاغنيه انك التراث نفسه. طبعا مع رفض اي اغنيه فيها لفظ اساءه لاي حاجه، يعني احنا ما نقبلش حاجه زي انا دي. اظن انك بعيد عن ده خالص، لانك بدايتك حتى ظاهره في اغنيه وطنيه فيها ايجابيه او بتحس الناس على انه يكون في طاقه ايجابيه. والله يا استاذ ابراهيم انا عاملها، يعني يا ريت كل الناس يحبوا البلد كده، انا بحب بلدي زي حضرتك وزي اي حد بيحب بلدي. بشكرك يا استاذ عمرو وانا بهنيك. احنا كده وعملنا دورنا في اي حاجه او اي حد هو بيعرف يعملها هنلاقي بلدنا دي احلى حاجه في الدنيا ان شاء الله. انا بشكرك وبهنيك وبقول لك يعني ان شاء الله يكون ميلاد كبير، اتولدت كبير بانك اول حاجه تعملها بتعمل حاجه لمصر، وفي ظروف بيمر بيها العالم كله محتاج اي حد يساعد. بشكرك جدا جدا استاذ عمرو عواد.
المطرب الشاب اللي عمل اغنيه مصر حبيبتي. نقلنا السلبيات، نقلنا الايجابيات، نبتدي في الجزء المهم جدا اللي فيه كل الاستفسارات والتساؤلات، معاشات التكافل والكرامه، معاشات التضامن الاجتماعي. بالمناسبه تواصلنا في خلال الاسبوعين اللي فاتوا لكل المتصلين واللي بيسالوا وبيستفسروا انه نساعد الناس ازاي، الناس اللي معاشاتها اتوقفت. خليني ما اطولش على الـ على الـ على المكالمه وعلى الانتظار. معايا المستشار الاعلامي والمتحدث الرسمي باسم وزاره التضامن الاجتماعي الاستاذ محمد العقبي. مساء الخير. مساء الخير يا استاذ ابراهيم، تحياتي لحضرتك وللساده المشاهدين. تحياتي ليك انت بصراحه، وتحياتي ويعني للوزيره نيفين القباج، وبشكرك جدا جدا. يمكن عايز بس قبل ما حضرتك تتكلم اشكرك، لانه انا بعلنها حقيقي ده حصل، انه الاستاذ محمد العقبي اول ما بعتنا له وقلنا له الحالات اللي عندنا متوقفه قال ممكن ما اتكلمش، ابعت لي صور البطايق اتاكد ونعرف ايه اسباب التوقف، واحنا نفحص كل حاله، الحاله اللي تبعت لك من فضلك ابعتها لي عشان نتاكد. بشكرك جدا جدا في بدايه الامر على هذا الرد الفعل، يعني بصراحه كان رد فعل مشرف. شكر الله، وده واجبنا احنا كوزاره، وده حق الناس المتظلمين من تكافل وكرامه. احنا عندنا قاعده بيانات كبيره في تكافل وكرامه بتضم اكثر من 32 مليون مواطن مصري، واي حد تقدم في انا اسف الرقم تاني، ما يقرب من 32 مليون مواطن مصري، رقم كبير، ثلث الشعب. تقدم لتكافل وكرامة، بياناته مسجلة على قاعدة البيانات، وكل أسرة حصلت على مساعدات تكافل وكرامة وتوقفت عندنا سبب للتوقف وواضح ومحدد ومعلن، وبيتم إبلاغ الأسرة به. وبالتالي لما حضرتك قلت لي إن في أسر متوقفة ومش قادرة تحصل على المساعدات، أنا أخذت هذه الأسر وتم إنتاج تعليق وتم التحقق من خلال قاعدة البيانات الخاصة بالبرنامج، وزي ما بعت لحضرتك الرد على كل حاله. انت بعت لنا الرد يعني في عجاله، بس انت استفزني الرقم 32 مليون حاله، انا الرقم اول مره اعرفه بصراحه. لا يا فندم، 32 مليون دي قاعده البيانات كلها. كل من تقدم المتقدمين كلهم. بالظبط، اللي بيحصل على تكافل وكرامه ما يقرب من 3.5 مليون اسره، بيضموا اكثر من 15 مليون مواطن. تقريبا بكام فلوس بيخرج كقيمه يعني ماليه شهريا؟ ان شاء الله قيمه شهريه بتتجاوز المليار و400 مليون، وتكافل وكرامه ميزانيته في الموازنه الجديده ان شاء الله 19 مليار و3 من 10، 19 مليار و300 مليون. طيب، سنويا. يعني انا بصراحه يعني بشكر الدوله ومؤسساتها على الرقم الضخم ده اللي رصدته لتكافل وكرامه. خليني اسالك بس، انا اسف، لان سؤال مهم جدا بيدور حوالين اذهان كتير قوي من المتقدمين، اللي يعني اللي بيقف، اللي صرفوا شهرين ثلاثه وبعدين رجع معاشهم توقف. بص يا استاذ ابراهيم، يعني كل واحد واسره تقدمت لتكافل وكرامه هي كانت بتجيب على مجموعه من التساؤلات، وبتمدنا بمجموعه من الوثائق اللي بتثبت احتياجها لهذه المساعدات. بمجرد ما بيتم التاكد من بعض هذه البيانات بيتم الصرف، ثم بيبقى في مراحل اخرى للتحقق، وفي ربط بيننا وبين قواعد البيانات الاخرى. يعني بعض الحالات اللي حضرتك بعتها لي موضح مثلا انه عنده تامينات، معاش تاميني، وده يتنافى مع حصوله على تكافل وكرامة، وهو لما ملى ورقه في اول مره بانه عنده معاش تاميني قال لنا لا، فلما بنرجع لقاعده التامينات بنكتشف ان عنده معاش تاميني فبيتم وقفه. في حاله اخرى، يمكن حضرتك الاسماء عندك عشان ما نقدرش، الاسماء عندي وهعرضها على الهواء، انا متعمد، انا بعد مكالمه سيادتك هعرض الاسماء اللي بعتت لنا واشتكت ونعرف ونعرفهم. بعض الناس بيبقى عندهم نشاط تجاري، بعض الناس بيكون عندهم مهن حره، عائل الاسره تحرك خارج الدوله، سافر بره للشغل بره او غيره، بعض الناس بيمتلكوا سيارات حديثه، بعض الناس ولادهم في مدارس خاصه بمصروفات كبيره، بعض الناس بيكون عندهم انشطه تجاريه، بعض الناس بيكون عندهم حيازه ارض. هذه الاسباب اللي بتقول لنا ان الاسره دي مستواها الاجتماعي والاقتصادي يعني يسمح ليها بانها بتعيش حياه دون الحاجه الى
تكافل وكرامه وفي ناس اكثر احتياجا. عايز بس اقول لحضرتك نقطه مهمه جدا ولازم الناس تبقى فاهماها، اي اسره بتتوقف في تكافل وكرامه اذا ما اثبتت حقيتها بيرجع لها الـ يعني مخصصاتها بأثر الرجعي. انت رديت على سؤال انا كنت لسه هساله لحضرتك، طب النهارده اذا يعني ازيل السبب اللي تم التوقف عشانه بترجع له المعاش مره ثانيه؟ اه يا فندم، في ناس بتاخد الفيزا وهي فيها الوفات لانه بيبقى ليه 6-7 شهور متوقف، بترجع له بتصرف له بأثر رجعي؟ بالظبط يا فندم. الحاجه الثانيه ان الاسره حتى اللي بتستبعد من تكافل وكرامه الفلوس دي ما بترجعش لحد، هي بتروح لاسره اكثر احتياجا. لاسره اكثر احتياجا، حلو قوي 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 قوي. فعشان بس الناس النقطه دي تبقى مهمه جدا، الناس بتقعد تلوم على الوزاره انها مثلا وقفت اسره وان الاسره كانت مستحقه، هذه الاموال اللي تم يعني وقفها من اسره ما راحتش لحد، راحت لاسره اكثر احتياجا. كده كده اتصرفت على الغلابه وعلى الناس. لا نعرف الاسره دي ولا نعرف الاسره دي غير صح. بالبحث الاجتماعي، يعني لا بنتحيز لاحد ولا احنا في الاخر قدامنا اوراق وقدامنا بحث اجتماعي ميداني وقدامنا مؤشرات ومعادله. سؤال فني في حته البحث الاجتماعي، النهارده في ظل احداث الكورونا اللي احنا عايشين فيها بينزل برضو الفاحصين او الباحثين دول؟ لا دلوقتي ما هو احنا حضرتك معظم الحالات دي هي حالات عندها مشكله، احنا كل الناس اللي تظلمت رجعت في مرحله الكورونا دي، الحالات اللي عند حضرتك دي حالات واقفه من قبل كده، كلام مظبوط، درست من قبل كده، محدش وقف من لا مارس ولا ابريل في اي اسر تم ايقافها. تمام. طب النهارده لو عايز اتقدم، لو شخص جديد عايز يتقدم بيتقدم في الوحده الاجتماعيه عادي، والتظلمات بقت موجوده على موقع الوزاره اونلاين، اي حد عايز يتظلم. طب اللي ما عندوش التقنيه انه يتقدم اونلاين ومع يعني خلينا نتكلم انها اسر فقيره مثلا، يروح لاي حد جنبه يقدم له اونلاين في مكاتب الانترنت اللي حواليه او على اي تليفون اي حد. صح، كلام منطقي جدا. يعني في النهايه طب عايز اسالك سؤال كده تاني برضو بيدور حوالين يعني الاذهان، هل يقع ضمن شغل وزاره التضامن معاش العماله الغير منتظمه؟ ده يعني دي مسؤوليه زملائنا في وزاره القوى العامله. دي وزاره القوى العامله، ما انا كنت عايز افرق لان الناس بتسال هو ده معاش ولا دي اعانه تابعه لوزاره تانية؟ لا دي اعانه خصصت لمده 3 شهور ومسؤول عنها زملائنا في وزاره القوى العامله. في نهاية اللقاء بشكرك أستاذ محمد العقبي، بشكرك على التواصل وعلى الخدمة، يعني ليس فقط المداخلة إنما كمان إنك بتساعدنا أول بأول وبترد على استفساراتنا أول بأول، وبوصل الشكر للوزيرة اللي طول عمرها في الوزارة وشغالة الأستاذة نيفين القباج. بشكرك شكرا جزيلا ورمضان كريم عليك ودايما في خدمة مصر. ده الجانب الإيجابي، ده الجانب اللي احنا شايفينه، مؤسسات الدولة بتشتغل بتحاول توصل الدعم المستحقين. رقم كبير جدا لما يتقدم 23 مليون بيتصرف النهارده ل 3.5 مليون، حتى الرد يمكن انا تعمدت ارد بعد مداخله الاستاذ محمد العقبي على الحالات اللي بعتها لنا، الرد فيها موضح سبب التوقف ايه. كل المتصلين اللي بيتابعونا وبيقولوا لنا وبيكلمونا على صفحه دفتر احوال وبيقولوا لنا المعاش توقف، سبب التوقف موجود على الشاشة، مهنة حرة، تأمينات اجتماعية، السبب موجود، إذا تمت إزالة السبب بيرجع لك مرة تانية المعاش. بنشكر كل الوزارات اللي بتشتغل واللي بتدعم الناس وبتقول للناس احنا جنبكم. الدولة بتقف وكتير جدا من رجال أعمال بيقفوا، كتير من القادرين أو اللي عندهم قوة معنوية ومادية انه يساعد غيره كتير. لا زال الخير في امتي الى يوم الدين، صدق رسول الله. بعد الفاصل هيكون معايا ومعاكم ضيف محبب الى دفتر احوال تحديدا، هيكون معايا ومعاكم المستشار ماجد صلاح اللي نشوفه بيعمل ايه شغل المحاكم في ايام الكورونا، المحاكم توقفت ولا لا، في شغل ولا لا، كل ده هنعرفه. هنرجع امتى؟ كل ده بعد الفاصل هنعرفه. بقول لكل المتابعين تليفوناتنا موجودة، بنعتذر لعدم الرد، الضغط، المكالمات كتير، انما اللي معرفش يتواصل معانا يحاول يكلمنا، يبعتنا على صفحة دفتر احوال، احنا موجودين ومستنيين، مستنيكم بعد الفاصل، عندنا كلام كتير هنسمعه مع بعض، ما تسيبوش الشاشة.